بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في العام 2014 وليس العام 2022، حيث بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضم شبه جزيرة القرم التي كانت جزءا من الأراضي الأوكرانية منذ عام 1954. وكانت القوات الروسية الملثمة تغزو وتسيطر على مواقع القرم الرئيسية بما في ذلك المطارات والقواعد العسكرية بناء على أوامر من الرئيس بوتين. وكان الرئيس الروسي يريد السيطرة على جارته أوكرانيا بكاملها، ولكنه في ذلك الوقت كان سيسقط سريعا بسبب فاتورة العقوبات التي كانت ستقسم ظهر الاقتصاد الروسي، فجلس يفكر وينتظر ويرى المشهد بأكثر من زاوية إلى أن استقر على خطة عبقرية لإعادة تشكيل العالم من جديد، عالم كان يحلم به منذ زمن بعيد، وهو رد هيبة بلاده من جديد والانتقام من جميع الدول التي اجتمعت على إسقاط الاتحاد السوفيتي أمام عيني بوتين. لكن قبل البدء، المرجو للاشتراك في قناة غموض وحقائق وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. هذا الفيديو برعاية youtubelink.com مساندكم المجاني لقناة يوتيوب ناجحة. منذ أن تقلد بوتين مقاليد الحكم في البلاد عام 1999 وهو يرى أمام عينيه مشهد إسقاط الاتحاد السوفيتي، وكان يعلم من داخل أعماق قلبه وعقله أنه إذا أراد أن يعيد بلاده إلى المشهد من جديد فلا بد أن يعيدها على أنقاض دول أخرى، فكان يصعد للحرب طوال عقدين من الزمن. بدأ بالتخطيط الجيد لإسقاط تلك الدول دولة وراء أخرى، حيث وضع عدة دول على قائمة الانتقام أبرزها القوقاز الذي كانت على وشك الانضمام والانصياع خلف عدو بوتين الأول، فقام بتهدئة الأمور وعودة العلاقات وإصلاح النفوس حتى تمكن من تحقيق هدفه من وراء ذلك، وهو التعبير عن نفسه وإرسال إنذار مبكر للعالم أجمع بأن الاتحاد السوفيتي قد عاد وكان في ثوب جديد. وما هي إلا سنوات حتى بدأ في الانتقام من الدولة الثانية في قائمته، ففي عام 2008 بدأ في احتلال جورجيا ونشر فكره وجيشه هناك إلى الآن، ولم يستطع أحد الوقوف في وجهه أو منعه من فرض نفوذه على أراض جديدة. واستمر الحال على ما هو عليه حتى جاء عام شهر مارس من العام 2022، وقرر بوتين وضع جيشه على خط واحد ضد جيوش أمريكا والغرب، ولأنه كان يعرف من قبل أن خطوة مثل تلك لن تكون هينة أبدا وستتسبب في عواقب ضخمة، لذلك أعد لها تكتيكات استراتيجية مختلفة عن التي استخدمها للاستيلاء على الأراضي السابقة، فكان يعرف أن الناتو لن يسمح بوجود احتلال على أراضيه، وأنه سيمد كييف بالعتاد والمال والمساعدات والدعم الكامل في مواجهة القيصر الروسي الذي لم يكن يأبه بأي أحد منهم ولم يكن يرى أي وزن لهم خلال تلك الحرب. لذلك كان الهدف من ضم شبه جزيرة القرم هو حبس نبض دول العالم حول اتخاذه لتلك الخطوة وفعل ذلك، لأنه لم يكن يريد أن يدخل ببلاده حربا سيكون هو الخاسر الوحيد فيها في ذلك الوقت، ولكنه استطاع أن يخرج فائزا وحاجز موطئ قدم له ولم يتوغل أكثر من ذلك حتى لا يتسبب في إشعال فتيل لحرب عالمية ينجر إليها العالم من جديد، ولكي يحمي اقتصاد موسكو من كارثة العقوبات، وأيضا حتى لا يتقدم الناتو أكثر فأكثر إلى حدود بلاده، فسمح لهم بإسقاط معمر القذافي في ليبيا مقابل أن يتم غض النظر من قبل أوروبا عن اقتطاع بوتين لشبه جزيرة القرم. وانتهت الصفقة بهذا المكسب لكلا الطرفين، وعاد القيصر للاستعداد لمساومة أخرى، ولكنه لم يجد ما يساومهم عليه فقرر صنع شيئا يمكنه من ذلك، ليأتي عام 2015 ويدخل بوتين الحرب السورية بثقله كلها. ولكنه ليس كأي رئيس آخر، فلم يدخل الحرب منفردا بل أحضر معه إيران التي قامت للتو بتوقيع على اتفاق نووي مع واشنطن، ومن هنا بدأ في توسيع نفوذه في سوريا بجانب الاتحاد الأمريكي التركي الذي كان يسيطر على الموقف بشكل كامل قبل ظهور موسكو.
فقام بتوجيه عدة ضربات لأمريكا التي كانت تدعم تركيا التي كانت تدعم المعارضة السورية بشكل كبير. فقام بمنع حليفه بشار الأسد من السقوط، ووسع نفوذه العسكري على شرق البحر الأبيض المتوسط، وسمح لإيران بالانتشار وبناء قواعد عسكرية التي تبين منذ أشهر أن تلك القواعد ما هي إلا بؤر مؤقتة سيفجرها بوتين بوجه العالم خلال تطور الأحداث في الحرب الأوكرانية. فبدأ في توظيف تركيا التي كان وراء دخولها للحرب السورية عدة أهداف، منها إسقاط نظام الأسد وتمكين حلفاء تركيا من التوغل في سوريا، وأيضا التأثير على العرب بعد التوغل بينهم من بوابة الشام. فاستخدم بوتين ورقة تركيا لتطهير الأراضي السورية من الأكراد الذين يتم دعمهم باستمرار من واشنطن، وبهذا يكون بوتين قد تخلص من صقرين بحجر واحد، تخلص من الأكراد المدعومين من واشنطن وانقلاب تركيا على خليفتها أمريكا، وأعطى تركيا الفرصة للإعلان عن سيادتها وقوتها في الأراضي السورية. والآن تركيا ترد له هذا الجميل بالوقوف على خط الحياد خلال الحرب الأوكرانية الحالية. وانظروا المفاجأة، تركيا التي كانت يوما ما حليفا قويا مع أمريكا باتت الآن تمنع الدول الإسكندنافية وجيران أوكرانيا من الانضمام إلى حلف الناتو. أرأيتم خططا تكتيكية لسيطرة على العالم أفضل من تلك التي ابتكرها بوتين طوال العشرون عاما الماضية؟ والأدهى من ذلك أن تركيا لم تنخرط في فرض أي عقوبات على موسكو طوال 8 أشهر الماضية منذ بدء الحرب، وكان يتلاعب بإيران التي ساعدها في الانتشار في سوريا ثم باغتها وسمح لإسرائيل بضرب قواعدها العسكرية في دمشق دون أن يحرك دفاعه الجوي للتعامل مع الإسرائيليين. ولم يكتفي بذلك فحسب، بل منع إيران من الرد على تل أبيب، وبذلك استخدم ورقة إيران في التلاعب بإسرائيل وجعلها طرفا ثالثا في تحقيق هدفها التي كانت ولا زالت حتى الآن لم تنخرط في فرض عقوبات على روسيا بجانب حلفائها الغربيين لتنصر الأوكرانيين الذين يترأسهم واحدا من الطائفة اليهودية. أرأيت كيف خطط بوتين ليشكل العالم مرة أخرى ويعلن عن وجود بلاده من جديد، كما تضغط تل أبيب على الغرب لعدم إطالة أمد الحرب وعدم اللجوء إلى أساليب وأسلحة أكثر فتكا، وبذلك يكون حول بوتين إسرائيل إلى ورقة ضغط أخرى على الاتحاد الأوروبي بجانب أنقرة، ويستمر الرئيس الروسي في تحقيق مكاسب عدة في سوريا حتى الآن من خلال تدريب جنوده واختباره للأسلحة الفتاكة التي صنعها لتعزيز قدرة الجيش الروسي. وبعد انتهاء هذه الحرب بفوز موسكو لا يدري العالم من الدولة التالية في القائمة، فإلى الآن بوتين هو من يملك مفاتيح اللعبة ويضع قوانينها بحكمة وبدراسة كبيرة. أخبرنا برأيك في التعليقات عما ستؤول إليه الأحداث خلال الأيام القادمة، وهل سيفيق الناتو من ثباته ويعلم ما يدور من خلفه، أم أننا سنرى عالما جديدا تكون فيه موسكو هي الآمر والناهي؟ في نهاية الفيديو لا تنسى أن تتابع قناة غموض وحقائق على مواقع التواصل الاجتماعي وتكتب لنا تعليقا تشجيعا لنا. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس